يا صباح الفل يا نهاوند، ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان انقل لكم كل الاخبار والاجواء المتعلقه بالنادي الاهلي واخبار النشاط الرياضي هنا في النادي الاهلي في الفتره الصباحيه. يعني خلاص ايام قليله وهنودع سنه 2020 وهنستقبل 2021. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويعني ان شاء الله السنه الجديده تبقى مليانه بالسعاده والتفاؤل والخير علينا وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني انا كمان يا نهاوند ابارك لجمهور النادي الاهلي ولمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. يعني كابتن محمود الخطيب حضر امس حفل جلوب سكر اللي اقيمت في دبي لاستلام جائزه نادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. شفنا امبارح الحفل يعني شهد العديد من النجوم ومسؤولي كرة القدم في العالم، وكمان شفنا فرحة يعني جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك تويتر أو يعني انستجرام. شفنا ازاي فرحوا على مواقع التواصل الاجتماعي وازاي عبروا عن فرحتهم بفوز النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر، ويعني وصفوا انه يعني فوز النادي الأهلي بالجائزة دي أحلى وأحسن ختام لسنة 2020، يعني قدروا جماهير النادي الأهلي يختموا بيها سنة 2020 طبعا بعد يعني الفترة الماضية كانت مليئه بالانجازات والبطولات. ويعني عايز اقول لك انا هوند ان الجائزه دي يعني وراها حاجات كتيره جدا، يعني بترجع لمجهود كبير بيبذل هنا في النادي الاهلي من كل مسؤول متواجد هنا في النادي الاهلي، مش بس يعني مجلس اداره النادي الاهلي، لا كل مسؤول متواجد هنا في النادي الاهلي. فيعني يا رب النادي الاهلي في ودايما ان شاء الله يعني رقم واحد. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه، وهبتدي الاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. يعني سيدات النادي الاهلي امس فازوا على سبورتنج بنتيجه 84-73، ودي كانت في مباراه الذهاب من بطوله الدوري المرتبط. ده بالنسبه للفريق الاول. بالنسبه للفريق يعني سيدات 16 سنه فازوا برضو امس على سبورتنج في مباراه الذهاب في بطوله الدوري المرتبط بنتيجه 77-60، وبكده يعني سيدات النادي الاهلي بس يعني المفروض يفوزوا بمباراه واحده عشان يقدروا يتوجوا ببطوله الدوري المرتبط للمره الخامسه على التوالي. يعني النهارده ان شاء الله مباراه الاياب والمباراه الاخيره في بطوله الدوري المرتبط هتكون ما بين النادي الاهلي وسبورتنج. المباراه هتقام في تمام الساعه 8:30 مساء على استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ده بالنسبه للفريق الاول. فريق يعني 16 سنه هيواجهوا النهارده سبورتنج برضو في تمام الساعه 4 مساء، وبرضو المباراه تقام على استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. برضو خليني اقول للساده المشاهدين ان المباراه هتذاع يعني بشكل حصري ورسمي على وبشكل مباشر يعني عفوا على قناه النادي الاهلي. يعني فيا رب ان شاء الله النهارده سيدات النادي الاهلي يفرحونا ويتوجوا ببطوله دوري المرتبط. كمان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن امس عن عوده فريق رجال سنة فريق كرة السلة رجال 16 سنة ان هم يعودوا مرة اخرى للقاهرة من الاسماعيلية، طبعا بعد يعني بعد التنسيق مع مجلس ادارة النادي الاهلي واللجنة الطبية الموجودة في النادي الاهلي. اللجنة الطبية يعني استقرت وقررت ان يعني يتم عزل جميع اللاعبين واجراء مسحة طبية جديدة للاعبين، يعني طبعا بعد ما ظهر حالات 9 حالات ايجابية في صفوف الاتحاد السكندري بعد مباراة الذهاب في بطولة الدوري المرتبط واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 59-41. ده بالنسبة لفريق ال 16 سنة. بالنسبه للفريق الاول يعني يمكن الحظ ما كانش مع رجال النادي الاهلي امس، ويعني تفوق الاتحاد السكندري على الفريق الاول لكره السله رجال يعني بقياده كابتن اشرف توفيق، تفوق على النادي الاهلي بنتيجه 81-71. وده يعني ما يمنعش ان رجال النادي الاهلي الفتره الماضيه يعني كانوا بيادوا اداء مشرف ومستوى رجولي يعني يليق بالنادي الاهلي في المباريات الماضيه في بطوله الدوري المرتبط، يعني برغم ان كان في يعني هوند نقص عددي كبير في الفريق، يعني كان في الفريق شهد عدد من الغيابات منهم عناصر يعني رئيسية ومهمة في الفريق زي كابتن إيهاب أمين، عمرو الجندي، وكابتن عمر طارق،
وكابتن عبد الفضيل ابراهيم وكابتن محمد مصطفى مودي. يعني كل الغيابات دي بسبب اصابتهم بفيروس كورونا المستجد. يعني طبعا بنتمنى لهم الشفاء وان هم يكونوا متواجدين الفتره القادمه مع الفريق في التحديات المقبله وفي التدريبات الجماعيه. استكمالا بقى لاخبار الفرق الرياضيه، يعني كمان فريق كره السله رجال تحت سن 20 سنه حققوا الفوز على وادي دجله بنتيجه 57-38، والبطوله دي او المباراه دي كانت ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. كمان الفريق الاول لكره اليد بقياده كابتن طارق محروس، فريق كرة اليد ورجال كرة اليد يعني بيواصلوا تدريباتهم الفنية والبدنية اللي تابع عليه برنامج وضعه كابتن طارق محروس لتجهيز وتأهيل اللاعبين الفترة المقبلة، يعني في ظل استعداد المنتخب الأول لكرة اليد ليخوض المباريات والنهائيات في بطولة كأس العالم لكرة اليد، البطولة اللي هتقام على أرض مصر إن شاء الله من يوم 13 يناير حتى يوم 31 يناير. يعني طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يعني يأدوا أداء مشرف ويليق باسم مصر، ويعني ونشوف يعني برضو تنظيم يعني مصر للبطولة حاجة تليق باسم مصر. يعني دي كانت أهم وأبرز الأخبار والأجواء هنا في مقر النادي الأهلي في الفترة الصباحية، والآن العودة للاستوديو.